اشترك الآن على قناتنا السوشيال ميديا، كل ما ترغب به وأكثر. زعمت تقارير إعلامية جزائرية بأن المغرب لديه ديون بقيمة 8 مليارات دولار أخذها من الجزائر، وأن الرئيس عبد المجيد تبون يريد اقتطاع جزء من أراضي المغرب مقابل هذه الديون التي لم يقدر المغرب على سددها، حيث ادعت التقارير الجزائرية أن تبون سيطالب بمدينة وجدة مقابل تلك الديون المتراكمة على المملكة، وهي الديون التي تقول صحيفة النهار أنه كان مسكوت عنها رغم تعاقب 6 رؤساء على سدة الحكم بالجمهورية الجزائرية، بعدما صدرت الجزائر كميات كبيرة من المواد النفطية دون أن تحصل على مستحقاتها إلى حد الساعة، ودون الحصول أيضا على أدنى تبرير من المغرب يؤكد من خلاله الأسباب التي كانت وراء رفضه تسديد ديونه المقدرة بملايين الدولارات. التقارير الجزائرية قالت أن الحكومة سوف تلتجئ إلى المحكمة الدولية، وهي متأكدة من أن القرار سيكون لصالحها، لكن بما أن المغرب لن يقدر على دفع المبلغ كاملا فإن الرئيس تبون سيطالب باقتطاع مدينة وجدة بدلا عن ذلك.